بما أن عطلة عيد الأضحى أصبحت 3 أيام ومن باب الصدفة تزامنت وعطلة نهاية الأسبوع، فضلت الجالية السورية في الجزائر أن تحتفي بالعيد على طريقتها الخاصة. هنا في ولاية بومرداس 39 عائلة بجميع أفرادها تستمتع بالأجواء الاستثنائية التي صنعتها. نقدر لك شويه برك ماشي حاجه يعني، بس خلينا نحكي بالسوري احسن. بالجزائريه صح عيدكم، هدوء يعني كالم، فهمت كيف؟ بدك كيما تقولوا بالفرنسي كالم، عرفتي؟ يعني بتعرف احنا خدمه لازم واحد يطلع كونجي عطله رياحه، بناخذ 4 أيام العطله، بدنا نلاقي بلاصه هاديه يعني الواحد يريح راسه فيها، ما يكون فيها بزاف الغاشي، عرفتي؟ وتكون انت مرتاحه في راسك. طبعا ما في يعني ما حسينا لا انه نحن غريبين او كذا، لا بالعكس 15 سنه صبنا راحتنا واكثر. صبحوا الاولاد ومبسوطين، الاولاد مكيفين يعني، مثل هلا مثلا عندي انا اولاد بنات احفادي يعني الحمد لله كثير مبسوطين. هي عائلات محافظه تبحث عن راحه بالها اولا ومكان محترم وعائلي ثانيه، هذا ما رصدناه على حد تعبيرهم. وبالعز انتاتا ايوه عطرافك يا حاله ايوه وبالعز انتاتا ايوه عطرافك يا حاله. اولا نحن عائلات سوريه محافظه، المنتجع اسلامي فيه الحشمه فيه الـ 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 يعني ما شفنا ايوه الحياه، ما شفنا اي شيء يعني، وهي اكثر من سنه صرنا هون، يعني هاي ثاني سنه ان شاء الله بنجي لهون. مع عائله لا فاميكا كلياتنا عائله واحده نعتبر، ان كنا صايم من كل ولايات سوريا بس نعتبر كلياتنا اولاد بلد واحد. والله الاجواء ما في احلى منها الحمد لله، احنا جماعه من قسطنطينيه جايين وجينا على المنتجع الفراشات وما شاء الله لقينا اهتمام كويس ولقينا كلش ما شاء الله، فالأولاد فرحانين. هو عرض جاء استجابة لطلب من جهة وتحسينا لصورة السياحة الجزائرية من جهة أخرى. عندنا دو كونديسيون مسيو، عندنا بور لي فام لازم يكون لابسين بيركي مايو حجاب، وبور لي زوم شورت جونو تي شيرت. لأنه السياحة لينا مبازين عليها ولي درنا ليتود تاعنا عليها، أنه ماذا بينا نخدموا مع المسلمين الأجانب اللي هي معروفة الآن حاليا في الخارج بالسياحة حلال. لما ديرنا دراسات بالنسبة للجزائر ودينا دراسات بالنسبة للدول الأجنبية، لقينا حوالي 2 مليار مسلم عندهم مشكل تاع السياحة، ما يقدروش يروحوا زعما نقولوا وين يحبوا. لهذا الشيء درسنا القضية ورانا نخدموا عليها باش بإذن الله نكونوا عنصر فعال في الإنتاج السياحي. الوسيلة تختلف والغاية واحدة، ألا وهي الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. رغم بعدهم عن وطنهم الأم إلا أنهم صنعوا أجواء سورية جزائرية.